صباح الفل ويا صباح الخيرات على كل حضراتكم السادات والسادة متابعي ومشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. أهلا بكم جميعا وبداية حلقة جديدة وعشرة الصبح في الأهلي. نهاركم لذيذ إن شاء الله، صباح جميل بطعم الفوز والنصر، ده الطعم اللي احنا متعودين عليك أهلاوي. طبعا صباح الفل. إيه رأيك في الأحمر النهار؟ عامل شغل النهار، عامل شغل النهار. صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير على كل جمهورنا الأهلاوية والرياضيين وأهلنا في كل مكان. صباح الهنا كده، وإن شاء الله تبقى بداية يوم حلو علينا جميعا بإذن الله. إن شاء الله نبدأ معاك. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الأهلي يفوز على أسوان ويحصد ثلاث نقط غاليين جدا، عزز بيهم أكيد صدارته لجدول المسابقة ليصبح رصيده حتى الآن 56 نقطة. أحرز الأهداف جيرالدو في الدقيقة 9 من عمر اللقاء ووليد سليمان في الدقيقة 83، وطبعا ما نبقاش الأهلي غير لما نسيب التاتش بتاعنا 90 بلس، لازم بعد الدقيقة 90 يعني الأهلي يسجل هدف. المرة دي اللي سجله هو إليو باجي، الهدف الثالث تم تسجيله في الدقيقة 94. والحقيقة المباراة امبارح كانت إلى حد ما صعبة وقوية، فريق أسوان أدى مباراة جيدة جدا وفضل يقاتل لغاية آخر لحظة في المباراة. أي نعم يعني نسبيا أصيبوا بشيء من اليأس بعد الهدف الثاني، ولكن برضو يحسب لهم أكيد الأداء الرجولي القوي. لاعبين الأهلي فقدوا أكثر من فرصة تهديفية وكانوا ضاغطين هجوميا بشكل كبير. طبعا يعني الكلام اللي بقول لحضراتكم عليه ده طبعا بالرغم من تعرض الفريق لإصابات، وده ادى للجوء لثلاث تبديلات اضطراريه بخروج محمود متولي وجيرالدو واحمد الشيخ مصابين، الا ان الفريق استطاع اقتناص الفوز بجداره. الماتش بشكل عام كان جيد جدا والاداء كان مختلف، ونقدر نقول الى حد كبير انه كان اقوى بشكل ملحوظ من الماتشين اللي فاتوا، مش كده؟ برضو ماتش الانتاج وماتش امبي، وشايف ان الاهلي ابتدى يرجع لفورمه المباريات بقوه، وده مؤشر كويس جدا وهيفضل يعلى ان شاء الله لغايه لما نوصل لموعد مباراه الوداد المغربي الشهر الجاي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. امبارح يمكن كلنا كنا في القناة عندنا في مدينة الإنتاج الإعلامي، كنا بنتفرج على الماتش مع بعض، كانت أجواء صحيح. جميلة جدا، بس كنا واثقين إلى حد كبير طبعا من الفوز. ويعني أنا امبارح كنت حابة قوي الحالة اللي احنا كنا كلنا فيها، احنا كنا كل المذيعين يعني كان حلو فعلا. دي حقيقة صحيح. خلينا نروح بعد كده للنادي الأهلي وزميلتنا هنا أبو القاسم مراسلة قناة الأهلي، نعرف منها برضو زي كل يوم كده الأجواء هناك عاملة إزاي وآخر أخبار النادي منها. يا هنا صباح الخير عليك. صباح الخير عليكم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. خلوني أنقل لكم دلوقتي آخر وأهم أخبار الفرق الرياضية هنا في النادي. طبعا فاز الفريق الأول لكرة القدم امبارح على أسوان بثلاثية نظيفة، وده كان فوز مهم عشان يعيد الثقة للعيبة مرة تانية، تعادل الغير مرضي أمام تاج الحربي. في بقى خبر غير صار للأهلوية، وهو إصابة لاعبي الفريق، إصابة المدافع المميز محمود متولي في الركبة. الحقيقة الإصابة حجم الإصابة لم يحدد بعد، كمان تجديد إصابة أحمد الشيخ في الأنكل أو كاحل الرجل، وإصابة جيرالدو، والتشخيص المبدئي هو شد في العضلة الخلفية. النهاردة الفريق هياخد راحة من التدريبات، وهيتم استئناف التدريبات غدا استعدادا لمواجهة الزمالك يوم السبت في الدوري إن شاء الله. أما بقى عن الرياضات الأخرى، عايزة أشيد بأداء فريق السيدات سلة. الحقيقة أن هم لعبوا مباراتين منذ عودة الدوري وقدروا يحققوا الفوز في المباراتين، والحقيقة أدائهم كان مميز، والحقيقة أن اللاعبات كل هدفها هو تحقيق بطولة الدوري لهذا العام. زي ما كل الفرق عودتنا دايما هنا في النادي الأهلي، هو هدفهم يكون حصد البطولات. دي أهم وآخر أخبار الفرق الرياضية هنا في النادي الأهلي. العودة مرة أخرى للاستوديو. طيب يا هنا هنشكرك جدا، بس خليني أسألك قبل ما نسيبك، يعني أخبار عندك في النادي إيه؟ في دلوقتي يعني أعضاء كتير، الأعمار الموجودة، خلينا برضو نحاول كده نكون معاكي جوه النادي الأهلي وتحكي لنا الصورة عاملة إزاي. الحقيقة إن الأجواء هنا مبهجة، بدأ بالفعل تواجد الأعضاء، طبعا غير الفترة اللي فاتت كانت الأعضاء أقل بسبب كورونا، دلوقتي بقى في أعضاء. وعايزة أقول لكل الأعضاء إن بيتم التعقيم أثناء دخولهم للنادي، وبيكون في كل الإجراءات الاحترازية بيتم أخذها طبعا عشان منع انتشار الفيروس. وكمان عايزة بقى أتكلم عن حالة الطقس. الحقيقة الجو النهاردة بالمقارنة ل
وفي هواء، طبعا في بعض الشمس، لكن الجو بالمجمل لطيف. حلو جدا، مشكورك جدا هنا ابو القاسم. ولو انت قاعده شويه لغايه الساعه 12، انا وكريم على فكره جايين النادي على الساعه 12 بعد الهوا ان شاء الله. اثبتي عندك هنا، استنيني، احنا جايين لك في الطريق. بنشكرك اكيد، شكرا جزيلا الجميله العزيزه هنا ابو القاسم مراسله قناه الاهلي، واكيد بنتمنى السلامه لكل اعضاء وكل مرتادي النادي الاهلي بكل فروعه، واكيد بنتمنى الشفاء العاجل لكل مصابي فريق النادي الاهلي. طيب تعالوا بقى نروح لخبر جديد. وزارة الشباب والرياضة هتطلق بكرة إن شاء الله المهرجان الرياضي الأول بمدينة العالمين الجديدة، ده ضمن خطة الوزارة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية والترويج وإلقاء الضوء على واحد من أهم المشروعات السياحية اللي بيتم تنفيذها حاليا. من المتوقع مشاركة عدد من الوزراء بجانب عدد من الشباب المشارك في فعاليات المهرجان، واللي بيضم مجموعة كبيرة من الأنشطة الحقيقة، والسباقات، سباق لركوب الدراجات، كرة طائرة شاطئية، كرة قدم خماسية شاطئية، كرة سرعة، ومجموعة أخرى من الأنشطة الرياضية. وعلى هامش الحدث ده هيتم انطلاق شعلة بطولة الجمهورية للشركات في نسختها رقم 53 لأول مرة من مدينة العالمين. بيشارك في البطولة دي أكثر من 15,000 رياضي بيمثلوا عدد من الشركات والمصانع وأيضا المصالح الحكومية والخاصة. الحاجات دي بتكون كويسه جدا، دي تنشيط السياحه، يعني كل صوره منها بتفرق بشكل كبير جدا. السوشيال ميديا يمكن اكتر دلوقتي بلاتفورم ممكن ان انت من خلاله تعمل ترويج للسياحه ومن غير ما تكلف اي حاجه. صحيح. يعني مش محتاجه ميزانيات اصلا، محتاجه بس فكره كويسه وحدث كبير وانتشار بعد كده على السوشيال ميديا. نروح بعد كده مع حضراتكم لخبر اخر. سفح اهرامات الجيزه هيحتضن حفل قرعه هنا بطوله العالم لرجال كره اليد 2021، ده هيكون يوم 5 سبتمبر الجاي لتحديد مجموعات البطوله اللي هتبتدي في 13 يناير المقبل، ده هيكون حتى يوم 31 من نفس الشهر. المفروض هتستضيف مصر بطولة العالم لرجال اليد للمرة الثانية في التاريخ، وبيختلف هنا نظام المسابقة بقى عن البطولات السابقة، ده بعد ارتفاع عدد المنتخبات من 24 ل 32. طبعا دي يا كريم لأول مرة تحصل في التاريخ، فده برضو حدث كبير جدا. هيتم تقسيم ال 32 منتخب على 8 مجموعات، وهتضم كل منهم 4 فرق ليتأهل بقى أول 3 إلى الدور الرئيسي اللي بيضم 24 منتخب، وبعد كده هيتم تقسيمهم على 4 مجموعات تضم كل منهم 6 فرق علشان يتأهل بقى الأول والتاني إلى ربع النهائي، فده برضو حدث أعتقد كبير. طيب نروح معاكم لخبر تاني عن نفس البطولة ولكن من جانب منتخبنا الوطني لكرة اليد اللي حاليا متواجد في معسكر في الغردقة استعدادا لهذا الحدث العالمي. الفريق بيأدي تدريبات حاليا قوية جدا وفقا للبرنامج الموضوع من الجهاز الفني للمنتخب عشان يقدروا يوصلوا باللاعبين لأعلى معدل بدني وفني. كمان بالنسبة للاعبين المحترفين ففي مجموعة منهم هينضموا في نوفمبر الجاي إن شاء الله، من ضمنهم محمد ممدوح هاشم لاعب بنادي دينامو بوخارست الروماني، محمد سند بنادي نيم الفرنسي، أحمد هشام بنادي إكسون بروفنس الفرنسي، وعلي زين بنادي الشرقة الإماراتي، وأيضا كريم هنداوي في نادي كوستانتا الروماني، ويحيى خالد المحترف بنادي فيسبيرم المجري. يعني مجموعة كبيرة من اللاعبين هيتم تدعيم المنتخب بهم إن شاء الله من اللاعبين المحترفين. انطلقت منافسات دور الثمانية من بطولة الألعاب الإلكترونية اللي بتنتظم بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، هنا بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، ده ضمن فعاليات الدورة الرياضية الإلكترونية الأولى لطلاب الجامعات والمعاهد العليا. كمان انطلقت أيضا فعاليات مسابقة الشطرنج بالبطولة ذاتها، واللي بيشارك فيها 310 طالب وطالبة بيمثلون 36 جامعة. طيب احنا من المفترض يكون معانا الاستاذ شريف عبد الباقي رئيس اتحاد الالعاب الالكترونيه، ولو التليفون مش جاهز نحاول نتواصل معاه. جاهز؟ طيب معانا استاذ شريف عبد الباقي رئيس اتحاد الالعاب الالكترونيه. صباح الفل على حضرتك يا فندم، واهلا بيك في 10 الصبح في الاهلي. صباح الخير، اهلا بيك واهلا بالاهلي ومشاهدينه وجماهيره. اهلا بحضرتك، صباح الخير عليك استاذ شريف، وخلينا كده نعرف منك اكتر يعني تفاصيل عن الخبر. احنا بنتكلم عن انطلاق المنافسات الدور الاربع الدور الثمانيه في بطوله الالعاب الالكترونيه، وعايزين نعرف كده التفاصيل هتمشي ازاي، يعني الصوره في الفتره اللي جايه هتبقى عامله ازاي يا فندم؟ اتفضل. هو احنا خلاص طبعا في التصفيات، هو بقى من ساعه جائحه الكورونا معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي طبعا اعتمد على اتحاد الالعاب الالكترونيه لحد كبير في ملء وقت الشباب اللي ساب الجامعه وساب المدرسه وبقى قاعد في البيت من خلال التوجيه
بنبقى العاب الكترونيه غير ضاره، يعني تختار انواع من الالعاب الالكترونيه اللي بيحبوها واللي بيقبلوا عليها وما يكونش ليها الاثار اللي احنا عارفينها. قمنا بعده مسابقات كبيره وسمحنا لكل المنظمين البطولات ان هم ينظموا تحت رعايه ودعم الاتحاد. وفعلا يعني تقريبا اكثر من 1,000,000 مشاهده دي البطولات اللي اتعملت خلال جائحه الكورونا. مع بدايه الصيف وانتهاء الموسم الدراسي الاتحاد الرياضي للجامعات طبعا اتكلم معانا وهو دايما على تنسيق معانا، قام بتنظيم كل بطولاته اونلاين، وطبعا كان منها بطوله اللي هي كره القدم الالكترونيه. احنا كاتحاد بيبقى المهمه المكلة لينا اللي هو النواحي الفنيه اللي هو من خلال البلاتفورم اللي بيتعمل عليها البطوله، اختيار اللعبه، التحكيم، رصد النتائج، لكن الاعلان لدى الجامعات ورعايه الشباب والتقديم والاختيار والشروط دي كلها الاتحاد الرياضي للجامعات. وده يمكن هيكون تمهيد لان في اكتر من حاجه برضو الصيف دوت، هيبقى في بطوله جامعات مفتوحه احنا اللي هننظمها، وان احنا يتم ادراج الالعاب الالكترونيه ضمن اسبوع شباب الجامعات كلعبه اساسيه من ضمن الالعاب اللي الجامعات بتعتمدها في اسبوع شباب الجامعات ومسابقاتها الرسميه. ودي الحاجه القويه طبعا دكتور صبحي حسنين، دكتور هشام الديوشي مدير عام الاتحاد، والدكتور صبحي حسنين طبعا نائب رئيس مجلس الاداره ومعالي الوزير، كل دوت بيبقى تنسيق كامل ان الالعاب الالكترونيه اصبحت سمه من سمات العصر وبقت اساسيه زي كل الرياضات الاخرى. رائع جدا، يمكن هي بس في الفترة الأخيرة تزايدت يعني أو تم التركيز عليها بشكل يمكن أكبر زي ما حضرتك ذكرت علشان جائحة كورونا يمكن اديتها فرصة أكبر يعني لكل يعني طبعا الوجود في البيت، الإقبال على الرياضات الرقمية، ساعات الزورنا في الاتصالات كانت 16 ساعة، يعني الناس قاعدة الموبايلات في إيديها، الشاشات موجودة. طبعا احنا الرياضات الرقمية بقت منتشره جدا جدا صح. جدا، ويمكن حتى السايبر كانت مقفوله، اي مكان بره كان مقفول، ما كانش غير الالعاب الالكترونيه موجوده، فكان فرصه الناس كلها تعرف تلعب مع بعض. صحيح، نشكرك جدا استاذ شريف عبد الباقي رئيس اتحاد الالعاب الالكترونيه. احنا امبارح كنا لسه بنتكلم، لسه هقول لك والله عشان كده على الموضوع ده، لسه امبارح بنقول ايه والاهالي واولياء الامور اهو بقت بطولات رسميه وعالميه كمان. بس دي بقى حاجات مش مضره زي الالعاب الثانيه اللي هي العاب العنف من غير ما نذكر يعني اسماء هذه الالعاب. لا انا بتكلم بس من حيث المبدا، فكره سيطره التكنولوجيا والالعاب الالكترونيه خلاص بقى امر واقع لا مفر منه، فبطبيعه الحال نظموا له بطولات. صح كده، صحيح. طيب تعالوا بقى نروح لفريق انتر ميلان الايطالي اللي فاز على شختار الاوكراني بخماسيه نظيفه في نصف نهائي الدوري الاوروبي عشان يواجه اشبيليه الاسباني يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله في نهائي البطوله، ويعتبر الانتر هو الاقرب للتتويج بالبطوله، ولكن زي ما حكيت حضراتكم عارفين وبتتابعوا دايما النهائيات يعني صعب تتوقعوا ايه اللي هيحصل فيها، دايما بتكون خارج التوقعات، ودي طبيعه كره القدم الى حد كبير. كلام مظبوط. نروح بقى مع حضراتكم بعد كده لوزارة الشباب والرياضة اللي دايما بصراحة بتقوم بأنشطة كتيرة جدا، كان منها احتفالات اليوم العالمي للشباب اللي لسه لحد دلوقتي مستمرة. خلينا هنروح نشوف جزء من الاحتفالات دي وبعد كده هنطلع فاصل ونرجع نكمل مرة تانية مع حضراتكم. بقول في اليوم العالمي للشباب ان سياده الرئيس ما اهتمش بس بشباب المصري داخل مصر، هو اهتم كمان بالشباب الافريقي، فانا ليا الشرف اكون الدفعه الاولى برنامج الرئيس الافريقي. فحقيقي الدوله المصريه اثبتت للعالم كله دعمها القوي جدا للشباب، والرئيس قالها بصوت عالي دمج الشباب مع الحكومات، فالطبيعي ان وزير الشباب يجيبنا في فعاليه زي دي ويهتم بالطاقات الشبابيه الكبيره ويكرم بعضهم ويهتم بمدينة حيوية وهي من أهم إنجازات الدولة المصرية،
وهو حي الأسمرات اللي اهتم بالشعب المصري وحس باحتياجاتهم وفر لهم حاجة نموذج متطور كبير جدا لمكان يعيشوا فيه يتوفر فيه كل الحاجات. وطبعا من ضمنهم المدينة الرياضية اللي ما شاء الله خدنا جولة فيها الصبح مع رئيس حي الأسمرات وشوفنا قد ايه فيها كل الامكانيات ان توفر للشباب دول ان هم قد ايه يقدروا يحصل لهم يعني رياضيا وكل حاجه ثقافيا وتاهيليا يحصل لهم تغيير كلي وجذري. احنا النهارده في وسط المدينه الشبابيه في الأسمرات، اعتقد صرح رياضي كبير جدا 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 الدوله بتقدمه لاهالي المكان بالكامل. حي الأسمرات هو عبارة عن تجمع لعدد من الأحياء اللي كانت موجودة في القاهرة بصور مختلفة. النهاردة الناس دي بتلاقي ليها مكان تستحق أن تبقى موجودة فيه فعلا تمارس فيه أنشطتها. المكان ده بيتسع لجميع الأنشطة سواء الثقافية أو الرياضية. رسالة الدولة تكمل النهاردة أن الشباب لازم يقول له يلاقي مكان يقدر يشتغل فيه ويقدر أنه يكون له وجود فيه. النهاردة الدولة بتديك إليها، انت صاحب القرار، حابب تمد ايديك في ايد الدوله وتتجاوب وتشوف الصح ايه والغلط ايه وتبقى مؤهل لكده، ولا حابب تسيب نفسك ان اي حد يلعب بدماغك ويشتغل عليك ويقدر يستقطبك في اتجاه من الصح. النهارده دور الشاب مش دور الدوله، الدوله عملت اللي عليها بتمد ايديها بالفعل، والفعل مش كلام. انتوا في وسط النهارده شايفين المكان كله عامل ازاي، اعتقد ده اكبر رد على اي حاجه. يعني اليوم النهارده صراحه هو يوم رائع للغايه، نخبة كبيرة قوي من الشباب متواجدة النهاردة في رعاية وزير الشباب. طبعا زي ما حضرتك شايف كل يوم الأنشطة الرياضية بتثبت ان هي ليها مكانة وليها دور مهم جدا، بيلفت لي الانتباه من خلال جميع الدول اللي حوالينا من خلال الأنشطة الرياضية اللي بتتقدم. عندنا أكتر من نشاط رياضي بيتقدم، وطبعا ده في رعاية وزير الشباب. النهاردة سعيد جدا بالحضور اللي موجود، سعيد جدا بالمكان المقام عليه الحدث نفسه، هي المدينة الرائعة دي. بنبص حوالينا يمين وشمال بنشوف لمسات جمالية رائعة، وبنتمنى الأفضل ومسار جيد لمصرنا الحبيبة مصرنا الغالية. حي الأسمرات حي ما شاء الله حاجة نقلة نوعية، غيرت المنطقة كلها من شمالها لجنوبها، حاجة ممتازة جدا. وطبعا بندعو كل القائمين على العمل ده بأنهم دايما يستمروا، وبرضو الشباب إن شاء الله معهم في المسيرة دي بإذن الله. أنا شايف بعد اللي الدولة عملته ده من الأعمال الجبارة دي إن الشباب لازم يتجهم ويهتمهم ويحافظوا على الأماكن الجميلة دي ويطوروا من أدائهم، وده شيء طبعا يحسب للدولة أولا. وإذا الشباب اهتموا بالأعمال دي وحافظوا عليها وطوروها هتحسب أيضا للشباب. حاجه جميله جدا وحاجه تدعو للفخر، ويعني احنا طبعا يجب ان احنا ندعم السيد الرئيس، احنا كشباب ندعم فخامه الرئيس للمزيد من المشروعات القوميه زي حي الأسمرات وغيرها اللي بيتعمل في جميع المحافظات وعلى مستوى الجمهوريه دلوقتي. وكمان لفت نظري هنا وجود الهلال الاحمر قايم بدور فعال جدا في توعية المواطنين وأخذ كل الحيطة والحذر تجاه المدعوين عشان يبقى الفعالية بشكل لائق وبشكل محترم. الانتماء، الإحساس بأنه بلدنا دي محتاجة لنا ومحتاجة كل ذرة فينا وفي شبابنا وفي قوتنا وأمانة، بلدنا أمانة، وبلدنا كفاية أن في وسط كل الأحداث اللي بتحصل في المنطقة العربية أنت ماشي في مصر آمن ومطمن أيا كانت الظروف والصعوبات اللي بتقابلنا، أيا كانت الشدائد اللي احنا فيها المادية أو الاقتصادية، كل ده ما يسويش لحظة أمان، ما يسويش لحظة انك ماشي في الشارع او نايم في بيتك مطمن. ادينا بنشوف الاحداث اللي حوالينا، مصر امان وهتفضل طول عمرها امان، والشباب عليهم ان هم يدعموا الامان ده ويبذلوا كل مجهود وما يبخلوش بحاجة على مصر. وزي ما قلت كده يعني هنشوف هندي ايه لمصر، مصر تستاهل، مصر تستاهل كل خير مننا.